وللحديث اكثر مشاهدينا عن الاسواق العالميه معنا ضيفنا في الاستوديو السيد وائل حماد محلل اسواق في شركه اي سي ام كابيتال. اهلا وسهلا بك. ربما دعنا نتحدث عن موضوع نافتا وعودته الى طاوله المفاوضات طبعا، وهذا الجدل الكبير ما بين امريكا وايضا الاعضاء في نافتا. الى اي حد برايك يعني قد نتابع نوع من اللهجه المتغيره بخصوص هذا الموضوع من طرف الولايات المتحده الامريكيه؟ بالفعل بعد يعني 6 جولات مفاوضات والآن عند الجولة السابعة، يعني نشهد بالفعل يعني بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب بعد ما انتهى من تمرير يعني برنامج الضرائب، نعم الآن يتجه إلى تحقيق الوعود الأخرى واللي هي أمريكا أولا. يعني كان هذا الشيء اللي هو كان وعد فيه كل القاعدة اللي كانت عم تدعمه في انتخاباته. طبعا لديه بعض او عده امور او ادوات لتحقيق هذا الهدف. بدا في الاتجاه الى الحمائيه ونوه الى باجراءات كانت على طبعا على الالواح الشمسيه والغسالات. نحن مثل ما بنعرف بالنسبه للصين وايضا كوريا، ايضا بالنسبه الى وضع قيود على الصلب والفولاذ، ايضا انسحابه من التي بي بي وهذا الاتفاق اللي هو كان بالفعل من وجهه نظره طبعا يعني الجانب الاسيوي قد يستفيد اكثر من الجانب الامريكي بالنسبه للقوه التنافسيه التي يملكها هذا الجانب الاسيوي. نحن عم نتكلم الان بالنسبه للنافتا، هناك تحدي كبير بالفعل وخاصه امام المكسيك. يعني هلا امام كندا طبعا بالنسبه لقطاع الالبان والحليب، يمكن هذا هو القطاع كان نوهه له انه يريد ترامب ان يكون هناك تنافسيه اكثر في هذا القطاع. ربما كندا لديها بعض الامور او سياسات داخليه لاداره العرض بالنسبه لهذا القطاع، يريد الاستفاده منه ترامب قدر الامكان، وخاصه ان هذا القطاع هو يعطي عائدات يعني اكثر من 5 مليارات دولار في السنه. بالنسبة لي أيضا هو يريد الرفع الحد الأدنى بالنسبة لتصدير السيارات، ويريد أن يكون إلى 85%، يكون الولايات المتحدة الأمريكية نصف هذا النصيب. نعم. بالنسبة لهدول بالعفو بالنسبة للأمور هي قد نشهد بالفعل يعني سجال قد يؤدي إلى تطور في هذا الملف. يعني اللي هو نحن بنعرف ترامب ليس لديه أي حد في الانسحاب من هذه الاتفاقات اللي هو ما بيحبها أصلا. يعني نعود من جديد إلى حركة المؤشرات، وكأنه الأسواق بدأت تتهيأ بالفعل لأنه ستمر بموسم آخر ربما من التصحيح. على الرغم من أداء وول ستريت الكفؤ، يعني دعنا نسميه يوم الجمعة واللحاق به اليوم تابعنا في آسيا، ولكن يبدو أنه هذا لا يطمئن، وكأن هنالك شيء يعني وكأنه تحت الرماد يوجد جمر، في أي لحظة ممكن أن يعني تحدث لدينا هذه الإخفاقات في الأسواق وعمليات التصحيح. لأي حد أنت مطمئن أو تطمئن الأسواق بشكل واضح لدينا فيما يحدث مبدئيا أو مؤقتا، ونتوقع في المرحلة القادمة على الأقل في مارس أن تعود الأسواق للتصحيح؟ حقيقة ما زال هناك بالفعل يعني ميزان الحرارة أو إذا صح التعبير بالنسبة لعوائد السندات، إن كانت قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل يعني 30 عام، ما زالت تعطي نوع من الارتفاعات. ربما اليوم كان في تراجع عليها بالنسبه لعوائد سندات 10 سنوات، تعطي ما زالت تعطي يعني ارتفاع او صاعد، يعني اتجاه صاعد. في هذا النطاق يعني لا نستطيع ان نقول ان الاسواق او اتجاه الاسواق قد يعود الى الارتفاع، او وانما هي عمليه تصحيح لاتجاه هابط كان ساد الاسواق. ربما هناك استقرار بالفعل يعطي بعض التركيز او اعاده ترتيب يعني الافكار بالنسبه للمضاربين والمستثمرين الكبار اللي كان هناك في ارتباك كبير عوده التذبذب الى الاسواق والى مستويات عاليه جدا. ولكن في من هنا الى يعني بالنسبه لمحضر اجتماع الفدرالي اظهر ان هناك متانه في الاقتصاد الامريكي، اظهر بعض الايجابيه في عده امور، ولكن هو الارتفاع وتيرة أسعار الفائدة بما لا يتماشى مع توقعات المستثمرين، هذا الشيء اللي كان هو اللي يسيطر على هذه الارتباكات.
ايضا اليوم طبعا يعني اداء ايجابي بالنسبه للاسواق الاسيويه، برايك يعني هل هي ايضا تستمد ادائها الايجابي من ما يحدث في وول ستريت؟ بالفعل يعني الاسواق الاسيويه الان تتجاهل كل البيانات الايجابيه، ان كان من شاهدنا باليابان ايضا اسعار المستهلكين كان يعني يعطي نوع من الاستقرار او الايجابيه بالنسبه لهذا الرقم الذي يتابعه المركزي الياباني، وهو اللي من خلاله بيوجه اتجاهات او سياساته في التحفيز، ولكن عم تتجاهل كل هذه البيانات الان هي يعني العدوى خلينا نقول اذا صح التعبير، هي تنتشر الى هذه الاسواق واللي هي تابعه بالان الى ما يحدث في وول ستريت. نعم. حتى الاسواق الاوروبيه يعني حتى يعني نحن عم نتحدث بحجم الاقتصاد الامريكي كمحرك اساسي في الاقتصاد العالمي، طبعا هذا الشيء راح يكون اكيد راح نشوفه ما دام هذه الفولاتيليتي اللي عم تصير بالاسواق. نعم. راح تضل موجوده بالاسواق الاخرى. نشكرك جزيل الشكر ضيفنا السيد وائل حماد، وانت محلل الاسواق في شركه اي سي ام كابيتال.